برضه يا كابتن، مواجهه الاهلي والهلال هي مواجهه دائمه او يعني بنشوفها كتير الفتره اللي فاتت دي، يعني شايف هذه المواجهه في ظل الاهلي طبعا نادينا وفريق كبير وكل حاجه، والهلال نفس الكلام فريق كبير واحد من ان لم يكن الاكبر فهو واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في السودان، جماهيريه كبيره من الناحيه الفنيه عندهم مجموعه كويسه جدا، لو اتفرجت على مباراه سان داونز عاملين مباراه رائعه امام سان داونز، وبالتالي مباراه بنشوفها كل سنه ولكن السنه دي قد تبدو مختلفه. هم جابوا اضافوا عناصر جديده 11 او 10 اضافوا عناصر جديده وجابوا مدرب جديد وعمل شغل قوي معاهم، واللاعب السوداني وخاصه في الهلال والمريخ بيتميزوا بالسرعه والقوه واحيانا العنف. يعني بيبقى فيه التحامات قويه. نعم. لذلك دايما الجانب التحكيمي بيبقى مهم جدا، لان الجانب التحكيمي مهم قوي في حمايه الفرقتين. طبعا. مش فرقه وفرقه، لا يعني واحد داخل عشان يأذي لابد يبقى فيه انذار وفي على طول الانذار بشكل التاني. عام يعني طبعا من المفترض فهو من الحكم فهو يعني. طبعا فهو طبعا انا اللي انا بتمناه ان شاء الله هتبقى مباراه قويه، ارضيه الملعب اعتقد انها اتصلحت، المباراه بالنسبه لنا اعتقد انها مباراه قويه جدا زي كالعاده، كل مباريات الاهلي مباريات قويه مفيش حاجه صعبه وسهله حقيقي. واعتقد ان اولادنا بالمعنويات العاليه جدا بفضل الله اللي ادوها في كاس العالم واللي قبل كاس العالم رايحين بمعنويات، في لعيبه عايزه تثبت ذاتها، اعتقد ان كولر كان يعني عنده بفضل الله الحكمه انه في بعض اللاعبين ما ايدهمش في كاس العالم. ايوه. وهيدفع بيهم في الماتشات اللي جايه. يعني زي شادي وزي كهربا وزي خالد عبد الفتاح لولا الايقاف كان هيدفع بيه في اسوان. كهربا كان متأيد ولعب في ماتشات كاس العالم. بس ما لعبش كتير يعني. اوكي. يعني لعب فترات يعني اوكلاند وسياتل ما لعبش. في ريال مدريد لعب سبع ثمان دقائق والماتش اللي بعديه اعتقد ان الراجل مقسم شادي ما تأيدش خالص. انا قاري قريب امبارح او النهارده انه هيدفع بيه في ماتش الهلال. خالد هيدفع بيه في ماتش اسوان لولا الايقاف كان هيدفع بيه. مريح هاني ماتش الاخراني ماتش فلامينجو ما لعبوش، لعبوا اخر 10 دقائق. فدي كلها حاجات الراجل يعني بيرتب ليها للماتشات اللي جايه. الوحيد اللي مستثنى لان مكانه علي معلول. علي بيلعب كل المباريات كل المباريات لانه البديل يعني ممكن يدفع بايمن اشرف لو ايمن جاهز ممكن بيلعب في الحته دي يعني. طيب الاهلي يستعد بقوه لهذه المباراه، تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب. وقبل انطلاق الميران اجتمع مارسيل كولر مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة وخصوصا مواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا. وبعد الاجتماع انطلق الفريق في تدريباته حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، ثم انطلقت التدريبات الجماعية التي حرص خلالها كولر على إجراء بعض الجمل الفنية، ثم اختتم التدريب بتقسيمة قوية شهدت تألق العديد من اللاعبين. فيما انتظم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وشارك مصطفى شوبير مع زملائه محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، وقاد يانكو ميشيل مدرب الحراس مرانا قويا للرباعي من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة، فيما تأكد غياب عمرو السلية عن مواجهة الهلال السوداني بسبب إصابته في عضلة السمانة. وسيواصل الفريق الأحمر استعداده لمواجهة الهلال السوداني بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة عصر غد الخميس للسفر للسودان لمواجهة الهلال على استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، بعض الغيابات قد تؤثر سلبا، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، مجموعه المصابين اللي قبل كده، ولكن خليني اتكلم عن عمرو السولية وخالد عبد الفتاح. كيف يمكن ان كولر يقدر يغطي عدم وجود خالد وعمرو؟ لا، هو في طبعا البدائل على نفس المستوى، يعني بالنسبه لخالد طبعا في موجود هاني، وبعدين رامي ممكن يلعب في اكتر من مركز. وبعدين بالنسبه للسولية في طبعا مروان، واعتقد انه ادى لمروان في الزمالك، واداله في ريال مدريد، واداله في فلامينجو، فاداله في ماتشات كتيره، علشان هو من البدايه في ماتش كبير زي ماتش الزمالك اداله الثقه. واللعيب مروان برضو ادى لكولر، اداله الاطمئنان ان انا عندي الثبات الانفعالي في الملعب، وعندي الخبرات، وعندي مدى حرصي على ان الفانيلا الحمراء انا مقدر قد ايه هي مهمه. فاثبت كفاءه عاليه جدا في ظروف مباراه، اول مباراه يلعبها مع النادي الاهلي، يلعبها مع الزمالك، مباراه بتبقى تقيله، ومع ذلك كان الراجل في ثبات عالي جدا، ولياقه بدنيه عاليه جدا، تصرف في الكوره مستوى عالي، وطبعا اداله في الماتشات في كاس العالم. فديانج مع حمدي مع عمرو مع مروان، اعتقد ان الثلاثي ده لو عايز يلعب اثنين او عايز يلعب الثلاثه في الماتش اللي جاي، الثلاثه هيكونوا جاهزين. وبرضه في لعيبه ممكن يادوا كجوكر، يعني السردباكات في عندك طبعا منعم، وفي عندك ربيعه، وعندك ايمن اشرف، وعندك ياسر، مفيش كلهم تقريبا في مستوى واحد ما عدا ايمن بس اللي هو بعيد شويه، لكن ايمن برضه بحكم خبراته الافريقيه وكاس عالم برضه ممكن ان هو يدفع بيه. فالغياب بتاع عمرو وغياب بتاع خالد ما اعتقدش ان هو هيأثر بشكل سلبي، يعني لا لا لا، مش هيأثر، لان البديل واقف على رجليه، البديل بيلعب على طول. صحيح، بيلعب وبيلعب ده لسه جاي جاهز، يعني لاعب فلامينجو وفرقه تقيله، يعني فرقه جامده، وبرده ريال مدريد فرقه يعني، فبيثبت كفاءه. فاعتقد انه الغيابات دي مش هتاثر ان شاء الله على الفرقه. يعني بمتابعتك خلال السنتين اللي فاتوا للهلال والسنه دي برضو، يعني شايف اهم نقاط القوه اللي موجوده فيهم؟ اهم نقاط خط الفيرود يا كابتن. خط الفيرود هم طبعا في التمركز في خط الظهر عندهم عيوب، بيسرحوا، عدم تنظيم في الجانب الهجومي. في وسط الملعب في صانع لعب جيد، وطبعا في اثنين في المقدمه صراع واقوياء، وفي نوع من انواع التسديد الجيد. اعتقد تقريبا بحوالي 3-4 لاعبين، اعتقد ان كولر هيبقى وهو راجع بالطياره على طول مشغل اللابتوب بتاعه، يحط يشوف ده لايف كمان، وهو راجع كمان ده كان في لايف مباراه سان داونز والهلال. فكلنا اتفرجنا على المباراه ديت، وطبعا سان داونز يعني كان ممكن يكسب اكتر من واحد، يعني وجاب جول بس ضيع اهداف كتيره برضه، نتيجه ان هم برضه كان في حرص شويه، ان الهلال كان بيلعب بعنف. اوكي، بيلعب بعنف جامد، وبرضه احيانا التحكيم بيبقى عمليه صعبه جدا يعني. طيب يعني. على الجانب الاخر، تقييم بقى حضرتك لمجموعه النادي الاهلي سواء الهلال، سان داون